وللتعليق على مأساة الروهينجا من الرياض ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي نائب رئيس وكالة أنباء أراكان السيد عبد الله عبد القادر. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا أستاذ الكريم وأهلا بالمشاهدين الكرام. بعد مرور عدة سنوات على مأساة الروهينجا، كيف يمكن وصف أوضاعهم في هذه الأيام؟ في الحقيقة الأوضاع هي مأساوية جدا في مخيمات اللاجئين الروهينجا، لا سيما مع الأوضاع المناخية والأوضاع الاجتماعية السيئة والأوضاع البيئية أيضا السيئة جدا في مخيمات الروهينجا. فمع وجود أكثر من 1.5 مليون شخص في مكان واحد مكتظ، يعني لا توجد هناك خدمات ولا بنية تحتية، وأيضا هناك بعض الأجواء المناخية التي كثيرا ما يعني تساهم في خلق أجواء غير مواتية للعيش وللتحرك وللحفاظ على الأرواح وللتنقل بين هذه المخيمات. إضافة إلى ذلك أن هناك تفشي لعدد من الأمراض، وهناك أيضا تفشي لعدد من الظواهر التي يمكن أن تساهم في خلق توترات في هذه المخيمات، إضافة إلى غير ذلك من العوامل التي تجعل من الحياة في هذه المخيمات بائسة جدا. ومع مرور الأيام والسنوات يعني تصبح هذه المخيمات غير قابلة للعيش، ولابد من إيجاد حل جذري لهذه المشكلة، وهو ما يدعو إليه يعني القائمون على هذه المخيمات، وأيضا حكومة بنغلاديش تريد من العالم ومن المجتمع الدولي أن تساهم في حل هذه القضية. على ذكر المجتمع الدولي، كيف تقيم تعامل المجتمع الدولي مع هذه القضية؟ المجتمع الدولي يعني ربما انقسم إلى فريقين، فريق ذهب مع الصين و يعني ومصالحه في المنطقة، وفريق آخر يدعو بحل هذه القضية جذريا والوقوف مع حكومة بنغلاديش وما تدعو إليه من أن متضررة من تزايد عدد اللاجئين، ومن أيضا تعنت حكومة ميانمار بعدم استعادة هؤلاء اللاجئين. المجتمع الدولي يجب عليه أن يقوم أكثر مما يقوم به الآن من دعوات وأشياء خطابية، والذهاب أبعد من ذلك للقيام بأعمال على أرض الواقع وإجبار ميانمار وإخضاعها لإعادة اللاجئين الروهينجا وإعادة الحقوق إليهم، ويعني ضمان حريتهم وضمان حياتهم وعدم تعرضهم لحملات عسكرية أو عمليات قتل واضطهاد ويعني ممارسات عنصرية ضدهم في بلادهم في ولاية أراكان. اللاجئون الروهينجا أيضا يريدون من المجتمع الدولي أن يضمنوا عودة كريمة وآمنة حتى يقوموا بالاستعداد للانتقال والعودة إلى أراضيهم، وأن تقوم ميانمار بإعادة الحقوق إليهم، وهو ما لم يحصل. حتى الوفد الذي أتى مؤخرا إلى بنغلاديش والتقى باللاجئين الروهينجا في مخيماتهم وعد بأنهم سوف يعني يمنحون الجنسية للمسلمين الروهينجا، وهذا الكلام ربما يبدو جميلا بالنسبة لوسائل الإعلام، لكن في الحقيقة أن ما قالته ميانمار من منح المسلمين الروهينجا الجنسية هو يعتبر منح من الدرجة الثالثة كمن يعطي الجنسية للمتجنسين الغرباء في البلاد. والروهينجا يريدون المواطنة الأصلية على أنهم مواطنون أصليون في هذه البلاد وليسوا دخلاء عليها، يريدون الحصول على جنسية هذه البلاد. نعم، في ضوء كل ذلك ما رأيكم بالأنباء التي تحدثت عن تسليم بنغلاديش لميانمار قائمة ب 25,000 روهينجي تريد إعادتهم على ما يبدو قسرا إلى ميانمار؟ نعم، هذا بعد الوفد الأخير الذي أتى من ميانمار. هذا الوفد كان مشكل من وزير خارجية ميانمار وعدد من المسؤولين، إضافة إلى مسؤول من اتحاد آسيان، والتقى باللاجئين الروهينجا والتقى بعدد من المسؤولين البنغلاديشيين وتناقشوا حول عملية الإعادة بالنسبة للاجئين. اللاجئون رفضوا العودة دون ضمان حق الجنسية وحق الحرية الدينية وحق المواطنة الأصلية في البلاد، وطالبوا بإيجاد هذه الظروف، إيجاد ظروف مواتية للعيش في ولاية أراكان وإعادة الحقوق إليهم حتى يرجعوا. هذه الأسماء قدمت إلى حكومة ميانمار حتى يتم التحقق منها. يعني هناك في المرات السابقة قدمت أيضا قوائم أخرى وتحققت ميانمار منها ولم تقبل كل الأسماء، وقالت أن بعض هذه الأسماء مشكوك فيها وأنها لن تقبل بهذه الأسماء، وهي عملية مماطلة من حكومة ميانمار.
بنغلاديش قامت ما يجب ان تفعله ايضا في هذه المره وسلمت قائمه اخرى جديده حتى تتاكد ميانمار وتتحقق من هذه القائمه. وسواء المشكله ليست في تسليم الاسماء فقط وانما ايضا في ضمان حياه كريمه كما تفضلتم في اجاباتكم السابقه، اذا يعني عاد اللاجئون فانهم سيقعون ضحايا في يد الجيش والميليشيات البوذيه، ما الحل المطروح لحمايتهم؟ الحل هو ان المجتمع الدولي يرضخ ميانمار ويقوم بما يجب عليه فعله في هذه المنطقه من ايجاد تحالف وتوافق بين الاطراف الكبيره والدول العظمى في هذه المنطقه، وان تخضع ميانمار للمعاهدات وللقوانين الدوليه، وان تقوم بحمايه اللاجئين وان تقوم بحمايه مواطنيها وبحمايه هذه الارقيه، وان تضمن لهم حقوقهم وان تكفل لهم بانهم يكونوا مواطنين من الدرجه الاولى. واتوقع هذه يعني هذه الفكره ليست بفكره بالغ الصعوبة بالنسبة للمجتمع الدولي وبالنسبة لميانمار التي تريد أن تتفلت وتهرب من هذه من إعادة الحقوق إلى المواطنين الروهينجيا. ويعني إذا ضمنت ميانمار هذه الحقوق فإن المسلمين سوف يعودون طواعية وليس ولن يجلسوا في هذه المخيمات البائسة إلى فترة أطول، لأنهم يعانون أشد المعاناة في هذه المخيمات. وصلت الفكرة. العودة لكن لا يريدون العودة. أشكرك. أماكن يضطهدون فيها مرة أخرى. شكرا لك سيد نائب رئيس وكالة أنباء أراكان السيد عبد الله عبد القادر، كنت معنا من الرياض.